نعم، المعلومات من المصادر تشير إلى أن القتيلين اللذين سقطا في غارة حولة صباح هذا اليوم هم ينتميان إلى عداد العناصر المقاتلة المرابطة للحزب في البلدة، وهما من أبناء البلدات المجاورة في جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية هي أشارت إلى سقوط مواطنين شهيدين كما قالت بالبيان، وأنهما سقطا في غارة حولة، ولكن حزب الله على مستوى النعي الرسمي حتى هذه الساعة لم يقم بالإعلان عن نعي العنصرين، وهذه عادة ما هو يتريث بها، تأخذ من ساعة إلى ساعتين ثم بعد ذلك يقوم بعملية النعي. إذا أخذنا مجريات التي أشرت إليها تدلل على أن الليل مع ساعات الفجر حتى هذا التوقيت كان ساخن جدا، المواجهات العسكرية ما بين حزب الله وما بين إسرائيل لم تتوقف، الغارات هي تنقلت من محور إلى آخر، آخر هذه الغارات الثلاث أيضا تركزت في وسط عدة الشعب على قاعدة غارتين في ساعات الصباح الأولى، وغارة أيضا على حنين أي البلدة التي هي بالمقابل. بالنسبة إلى العمليات العسكرية كان لافتا يمكن القول إلى أننا نذهب إلى عمليتين أساسيتين خارجتين عن العمليات الكلاسيكية التقليدية، هي سقوط عسكري إسرائيلي قتيل في يعر، وهذا الأمر مرده بحسب المصادر إلى إطلاق حزب الله عدد من المسيرات باتجاه هذا الموقع، ولربما كانت هذه الصور التي على الشاشة هي باتجاه هذا الموقع مع ساعات الصباح، بالإضافة أيضا إلى صاروخ سقط داخل المركز العسكري وأدى إلى سقوط العسكري، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. أما النقطة الثانية وهي الأهم هي عملية التقدم البرية التي أشار إليها الحزب، وتحديدا في حرش عيتا، بمعنى إلى أنها من المقلب الآخر هذه النقطة الارتكازية التي نحن بها، وقال إلى أن القوى التي كانت تتمركز وتابعة لحزب الله أمطرت هذه المجموعة المتقدمة بعدد من القذائف الصاروخية، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم الجانب الإسرائيلي بعمليات تقدم بري باتجاه الأراضي اللبنانية. محمود، هل تحصلت على أي معلومات إضافية بخصوص تسلل مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى منطقة حدب عيتا على الحدود مع لبنان؟ كم كان عددهم؟ ما طبيعة هذه المنطقة؟ أي تفاصيل إضافية؟ نعم، هذه المنطقة هي على تماس صفر، بمعنى إلى أنها مباشرة على الخط الأزرق الفاصل، هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي في الفترات الماضية، وبالقرب منها على بعد كيلومترات عديدة قام بالتقدم باتجاه العرامشة على طلة الظهيرة، وكانت في حينها وحدة تابعة للهندسة من لواء جولاني يطلق عليها مجموعة هيلوم، الملقى على عاتقها عمليات فتح الأرض وأي أيضا رفع الألغام وتفجيرها حتى يتسنى للقوى البرية التقدم باتجاه الأرض التي يراد أن يصل إليها الجنود الإسرائيليون. في حينها أيضا قام حزب الله بعمليات تفجير لعدد من الألغام التي كان زارعها أو التي كان ناصبها في المنطقة. الآن وعلى نفس الخط ببعد حوالي 3 كيلومترات حاولت مجموعة من الجيش الإسرائيلي التقدم، ولكن بحسب بيان الحزب إلى أنه قام بعملية إمطارها بعدد من القذائف المدفعية والصاروخية، وهذا أيضا ما شاهدناه لأننا نحن نبعد حوالي كيلو إلى كيلو نص متر من المنطقة، وحصلت مواجهة استمرت لحوالي 15 دقيقة يستعمل فيها الطرفان الأسلحة النارية والصاروخية، وأيضا الإسرائيلي يقوم بكثافة كبيرة من النار ليتمكن من عملية إخراج أو سحب لمقاتليه إلى ما وراء الخط الأزرق، وهذا ما حصل بالفعل. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من جنوب لبنان، مراسل الحدث محمود شكر.